على الشاشات فوق. على مرته تديها دول وتروح للمستشفى تفضل معاه لحد الصبح. قالوا لي المركز من غير مأمور وهيجيبوا مأمور جديد. مبروك يا حاج، أول يوم ليا النهارده. دورت المركز كله. تفضل تفضل. لا لا معلش، أنت اللي تفضل معانا، عاوزينك شوية. نعم، عارف أنت هتقول إيه ولمين؟ اهدى يا ولدي. تحت أمرك يا باشا. بس اشرب معانا القهوة وهطلع معاك كني هوصلك. زي ما أنت شايف الناس فرحانين. مسافة شرب القهوة مظبوطة طبعا. ماشي يا حاج. تفضل تفضل يا باشا. قهوة مظبوط يا باشا. أو في البحر يا المأمور الجديد جاي يبارك. بدنا واسع من الفرسول، بدنا واسع من الفرسول. ما تخشوش إلا المأمور، ما تخشوش إلا المأمور. طيب خيري يا حاج، خليك مطرحي مش هتأخر، راجع على طول. الله أعلم يا حاج. الله أعلم، ما قلناش حاجة، بس راجع على طول. تفضل. خير يا ولدي، حصل حاجة؟ خير يا حاج، اقعد مطرحك. المأمور وعايز يستفسر من الحاجة على حاجة. مالك؟ اقعد اقعد. وهات الدواء اللي وافي
خير يا بيه؟ أنا هنا اللي بسأل يا حاج مش أنت. وماله يا بيه؟ اسأل. تفجيرين ورا بعض، واحد في المحجر والتاني في البحر. وأنا مال؟ أولاً المحجر محجري، ثانياً معايا تصريح بالديناميت مش باللغم. طبعاً بالديناميت يا بيه، لو لقيت فتفوت اتلغم ليك الجول. والبحر؟ اسمه النيل، احنا عشان صعايدة نقول عليه البحر، لكن سيادتك تقول النيل. كان نفسي في عشوة سمك. ومش عارف ان ده ممنوع عشان الثروة السمكية؟ الثروة السمكية على راسي من فوق، وكل واحد يعمل حاجة في البلد يبقى انا. بعدين انا عندي فرح، وفي الافراح بنذبح عجول مش سمك. ومجاهد حمدان اللي تعور ودخل المستشفى. يا بيه مش هدخل بيوت الناس اقول لهم يولعوا البوتاجازات كيف؟ ولا هنبع الحريم يجيلوا الكانون ازاي؟ بعدين الراجل عندكم اسالوه. هنشوف يا حاج، هنشوف. ايوه يا باشا. مش كنت تقول يا باشا انكم حطيتوا مأمور شديد حلو ما يعرفش حد؟ كنا قابلناه الاول وعرفناه على اهل البلد. ما انت عارف كلهم اولادي يا اولاد اخوي. في انتظارك في المندره. البير مأمور؟ اه اتفضل. الو سعاده الباشا. طبعا طبعا يا فندم. انت عارف الحاج محمد ابو دياب وتاريخه ايه معانا؟ بلده طول عمرها معانا يا سياده المأمور. يرجع الفرح فورا. تمام سعادتك، مع السلامه. مع السلامه يا بيه. انا اللي متصل، يبقى انا لك في المكالمه مش دي الاصول.